مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. انا الشيف حسين من رمان كافيه اللي هو مطبخ لبناني تقليدي. اليوم حكون عم اقدم لكم ثلاث اطباق اللي هن متبل باذنجان، وعندنا صحن المحاشي مع الريش، وصحن التحليه حيكون اللي هو عباره عن مغلي بالمكسرات. ان شاء الله ينول اعجابكم وتابعونا. حنبتدي معكم بأول صحن معنا اللي هو متبل الباذنجان. لهذا الطبق اليوم حنكون بحاجة لعنا الباذنجان فرش، عنا الرمان حب، ملح، زيت زيتون، حمض الليمون، وعنا البابريكا. أول خطوة نبلش فيها هي لهذا الطبق لازم نشوي الباذنجان. لطبقنا الباذنجان لازم يكون ما يكون اكبر من حجمه، من 250 جرام طري. هذا بيساعد اكثر انه المتبل يطلع ابيض، ما يكون في بذر وما بيعطي مروره. لحتى نشوي بدنا اول خطوه بدنا نجرح الباذنجان شوي لحتى يستوي معنا وياخذ طعمه السموك بقلبه. منجهز الباذنجان بان وبدنا نروح فيهم على الغاز لحتى نشويهم. بعد ما شوينا الباذنجان حيكونوا عندنا بالشكل هذا، بنحطهم بمي وثلج بيساعد على لتقشيرة، وبدنا نحاول نقشر الباذنجان بهذه الطريقه. ما نروح من الباذنجان بس نشيل القشره السوداء عنه. بعد ما نخلص تقشير الباذنجان حيصير معنا، بيكون معنا بهذا الشكل. لازم نخليه بالمصفى اقل وقت اللي هو بين 15 ل 20 دقيقه، وبنحطه بالبراد، وبعدها بشي نص ساعه بنقدر نفوت نبلش بتحضير صحن اللي هو متبل الباذنجان. لازم يطلعوا معنا بهذا الشكل. بعد ما يتصفوا بيكونوا هيك جاهزين للخطوه الثانيه اللي هي تقطيعهم وخلطهم مع صوص لصحن المتبل. بالاثناء اللي عم نستنى فيها الباذنجان ليصفي حنحضر صوص اللي هي صوص طحينه. بدنا الطحينه، الكريم طحينه، من بعدها بنحط الحمض الليمون، ولهذا الخليط لازم يكون في عندنا مي وثلج لحتى ينخلطوا مع بعض. بنكمل حط المي والثلج للصوص اللي عندنا. لازم تبين معنا بهذا الشكل اللي هي لا تكون رخوه ولا تكون كثير سميكه لحتى تمسك مع الباذنجان المشوي. بعد ما خلصنا الصوص بتكون معنا بهذا الشكل. حنقطع الباذنجان، فينا نقطعه بالسكين وفي ناس بتفضله مطحون على الماشين. بنقطعه بهذه الطريقه مكعبات لا كبيرة ولا صغيرة. بعد ما قطعنا الباذنجان هلا بدنا الخطوة الثانية اللي هي بدنا نخلطه مع الملح والصوص تبعه. بدنا إذا أفضل على الكيلو نقدر نحط معلقة صغيرة ملح اللي هي عبارة عن 18 جرام اللي هن هون. نخلط الملح مع الباذنجان بالاول ليشربوا بعض مزبوط. بنروح للصوص. الصوص لازم تكون للكيلو، ممكن نستعمل 300 جرام. طريقه الخلط هاي بهاي طريقه الباذنجان
ما بفضل يكون بالشريط، لازم تكون بالايد حتى يطلع يضل ما ينهرس كثير. وبعد ما صار الخليط معنا بهذا الشكل صار جاهز لحتى نسكبه بصحنه. طبعنا الثاني اللي حيكون هو المحاشي، ولهذا الطبق حنكون بحاجه ل عندنا اللحم المفروم اللي هي وجه فخذ عجل، بدنا بصل بطاطا والكوسه. للحشوه بدنا يكون في عندنا بهار ابيض 7 بهارات، ملح، قرفه، الرز المصري الحبه الصغيره، ريش، وعندنا الورق العنب اكيد لحتى يكمل معنا الطبق. أول شيء بنضيف الرز المصري أكيد اللي مغسلينه ومصفينه قبل بوقت، الخطوة الثانية بنضيف اللي هي اللحمة، نرجع منروح للزبدة اللي بنكون مطلعينها من البراد قبل بوقت لحتى تكون دايبة معنا، ملح، بهار أسود، بهار أبيض، وعنا القرفة. آخر خطوة اللي هي الزيت. والله بنبلش ندعك. ندعك منيح، نتأكد إنه الخليط مزج كامل مع البهارات مع اللحمة مع الرز، وهيك بيكون الخليط عنا صار جاهز. لطبقنا ولحتى النتيجة تطلع أفضل وأرتب، الحجم حبة الكوسة مش لازم يتعدى 6 أو 7 سنتي، الوزن من 60 ل 70 جرام، كرمال التندر تبع الطراوي تبع والطعم تبع. أول خطوة منشيل المقدمة تبع الكوسية، نرجع منشيل الكعب، بدنا هلا نباشر بحفر الكوسة اللي هي أول مرحلة، منشيل منها القالب تبع، بعدين منستعمل اللي هي لنقر الكوسة. أثناء النار لازم نكون بكتير عرواء لحتى ما تنكسر معنا الكوسية. لازم نوصل لهذه النتيجة، ما تكون رقيقة كتير وما تكون سميكة كتير عشان الحشوة لما تنحط بقلبها وأثناء الطبخ ما تطلع لبرا أو ما تنكسر الكوسية. من بعد ما نظفنا قلب الكوسة عندنا المرحلة الثانية اللي هي بدنا نحشي. هنحط الحشوة بقلب الكوسية بس متأكد إنه ما نضغطها، خليها على راحتها. تقريبا هذا حجم الكوسية بقلبه بده بين 25 لل 30 جرام ماكسيموم، بيضل محافظ على شكله وعلى حجمه اثناء الطبخ ما بينكسر، ومثل ما بتشوفوا بخلي مسافه تقريبا نص سنتي لحتى الرز واللحمه تاخذ حجمها على الطبخ وما تطلع لبرا، بيضل معنا الكوسايه شكلها مرتب وما بتنكسر وبتطلع حشوتها لبرا.
بعد ما خلصنا الحشي وصلنا نجي لل بدنا نلف الورق العنب. الورق العنب اكيد في منه بيجي مكبوس على الضغط، في منه بيجي بمي وخل. بمي وخل لازم نغسله منيح ونحطه بمي سخنه عم تغلي تقريبا 5 دقائق، بعدين نشيله ونحطه بمي ثلج لحتى نشيل منه بواقي الخل والمواد الحافظه اللي فيه، ومن برضه بنصفيه وبنجي على علف. الورقه بيجي لها وجهان، في الوجه الخشن والوجه الناعم. على طول الوجه الناعم بدنا نخليه لبرا. حجم الورقه لازم يكون لا صغير ولا كبير، الحب الوسط بيجي طريه. تقريبا بدنا 20 جرام حشوه بقلب الورقه، بنحطها بهيدي الطريقه، بعدين بنسكر الجناب ومنكمل منلفها للاخر مع ضغطه بسيطه حتى تاخذ كمان مداها باللف، وبتطلع معنا بهذا الشكل. طرافها بتكون مسكره حتى ما يطلع الحشو لبرا. الخطوة الثانية معنا هي بدنا نعطي نكهة لريش الغنم اللي عنا، واللي هي عن طريقة من بدنا نرشلها شوية ملح وبهار من برا. ملح اللي هو ملح العادي، عنا بهار أبيض، بهار أسود، وعنا القرفة، نتأكد إنه كلها. بعدين بدنا نعطيها لدعة لنحافظ على الجوسز اللي بقلب الكتلت. نعطيها ضغطة بسيطة لحتى بس نعطيها لون خفيف من برا. نرجع نشيلها على الصحن اللي عندنا الآن. ليكمل طبعنا بعد في عندنا الخطوة الأخيرة، واللي هي تحضير الصوص اللي هو المرق اللي حنطبخ فيه طبختنا اليوم. لهذه المرق نحن بحاجة ل 2 لتر مي، عندنا الملح، 7 بهارات، عندنا الثوم، القرفة، مرقة الدجاج، وعصير الحامض، وزيت زيتون. كب أول خطوة اللي هي المي. مثل ما ذكرنا بدنا 2 لتر. منضيف مرقة الدجاج، نحرك بالأول لتذوب معنا. منضيف عصير الحامض الفريش، الملح، سبع بهارات، والقرفة. بنحرك كثير منيح. آخر خطوة بنضيف الزيت الزيتون. وبناخد 10 حبات ثوم. الثوم حسب الرغبة، إذا حدا بيحب فينا نحطها وفينا ما نحطها، بيعطي بضيف نكهة على الطبق. منولي على طنجرتنا أول شيء على نار عالية، بس تبلش تغلي منخفف النار. من بعد ما تغلي بدها توقيت ساعة.
وما بتكمل سفرتنا الا بطبق تحليه لبناني تقليدي اللي هو المغلي بالمكسرات. ولهذا الطبق نحن بحاجه لرز بودره، جوز الهند مبشور، عندنا سكر، كراوية، فانيليا، ينسون، مي الزهر. الخطوة الأولى منبلش فيها هي منضيف بدنا لتر مي. الخطوة الثانية بدنا نروح لرز البودرة، بينخلط كله على البارد أول شيء. نخلط منيح لحتى يدوب معنا الخليط. منضيف القرفة الناعمة. منضيف الكراوية. مع استمرار بالتحريك لحتى الخليط يمزج معنا، منضيف الفانيليا. منضيف المزهر. ومنحرك كتير منيح لحتى يذوب معنا الخليط. بس نلاقي الخليط مزج صح، بضل عنا آخر خطوة منضيفها اللي هي السكر. ومنضيف حبة اليانسون. ومنحرك الطبخة، لازم تكون على نار هادية لحتى ما يتلزق معنا. ممكن تاخد من 15 ل 20 دقيقة لحتى يتماسك المزيج ويوصل للي احنا بدنا اياه. من بعد ما تماسك معنا المزيج اللي حطيناه على النار لمدة 20 دقيقة، منصبه بالكاسات ومنخليه يبرد شوي ومنحطه بالبراد لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة نقدر نحط على وجهه المكسرات. واكتملت سفرتنا لليوم. حضرنا لكم صحن المحاشي مع الريش، صحن المتبل، وعنا التحلية كمغلي. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا.